معايا الاستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير مجله الاهرام العربي. اهلا بيك يا استاذ جمال، منورني ومشرفني اولا. اهلا وسهلا بحضرتك وبكل الساده المشاهدين. يعني ايه الملفات اللي تناولها الزعيمين وحضرتك توقفت عندها النهارده يا استاذ جمال؟ يعني خلينا نقول انه يعني استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده للملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكه الاردنيه الهاشميه، هذا يعني ليس يعني غريبا على دولتين تنسقان دائما لديهم اهداف وتطابق في الرؤى المشتركه تجاه القضيه، ليس فقط في هذه الحرب ولكن يعني على مدار الفترات والسنوات الماضيه تابعنا العديد من القمم المشتركه بشان القضيه الفلسطينيه، وكانت يعني الرؤى متقاربه ومتطابقه من اجل حل الدولتين واقامه دوله ذات سياده على حدود الرابع. صحيح. 67 هذا اللقاء ياتي ويتزامن مع الاعلان عن هدنه وعن ثمار الجهود المصريه والقطريه والامريكيه في التوصل الى هدنه. الهدف هنا من المباحثات وما دار داخل هذه المباحثات وهذا اللقاء يعني خلينا نقول انه يعني اولا التاكيد على الرؤيه المشتركه ما بين الزعيمين، ايضا يعني تطوير هذه الهدنه الى وقف دائم لاطلاق النار، رقم ثلاثة وهو مهم جدا كيفية إدخال أكبر قدر من المساعدات لأهالينا في غزة في أقصر وقت ممكن لتوفير يعني الاحتياجات الضرورية الضاغطة عليهم. أيضا خلينا نقول وده يعني ده أمر مهم انه يعني المضي قدما في التفاعل مع كل الاطراف الفاعله في هذه القضيه من اجل قطع اشواط سريعه فيما يتعلق بوقف دائم لاطلاق النار، وايضا بعدها الى مفاوضات تتعلق بانهاء هذه القضيه وحل الدولتين، خاصه انه وده موقف المصري منذ اللحظه صحيح. الاولى يعني في الحقيقة أستاذ طاهر تابع معايا من 7 أكتوبر وموقف القيادة السياسية المصرية كان واضح وانطلق من ثوابت يعني تؤكد على خطورة الوضع وتحذر من اتساع الحرب، وفي نفس الوقت يعني تؤكد أنه يعني لن يحدث استقرار في الشرق الأوسط من دون استقرار الأوضاع الفلسطينية طبعا، إنه لا بديل عن إقامة دولة ذات سيادة، وإنه من غير المسموح تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري طيب. وغيره. طيب أستاذ جمال، عفوا للمقاطعة، من خلال خبراتك السياسية وأنت يعني حضرتك يعني صحفي قديم وخبير في الحاجات دي، يعني بتثق في تنفيذ إسرائيل لهذه الهدنة بنسبة كم في المية تقريبا؟ شوف مفيش يعني ما نقدرش نقول نسب، يعني التجارب علمتنا انه زي ما حضرتك كنت في كلامك قبل ما اتكلم وبتقول انه ممكن تبقى في طياره هنا ضربه هنا صاروخ هنا، ده امر وارد ولكن في النهايه في السياسه انت المساله تراكميه وتدريجيه، ان تمسك شيء وتبني عليه، وقال حضرتك انك تقف توقف او تقلل حتى على الاقل نزيف الدماء المسالة منذ 7 اكتوبر وحتى هذه اللحظه، هذا مكسب يعني مهم. واحد صحيح. اثنين انه احنا امام تحول حقيقي، تحول حقيقي في العالم كله، احنا بشوفنا التغير في الخطاب وتغيير وضرب الروايه الاسرائيليه يعني التي قامت على الاكاذيب والخداع والى اخره، وبالتالي هنا يعني الجميع قولا واحدا خاسر في مقدمتهم اسرائيل وحكومه نتنياهو، ايضا الولايات المتحده الامريكيه لديها مشاكل وضغوط كبيره جدا بسبب يعني التعنت والعنف الاسرائيلي، يعني شفنا المظاهرات التي جابت شوارع العالم كله اوروبا صحيح. والغرب وتناهض ما تقوم به اسرائيل، كل هذه المؤثرات تترك بصمه حقيقيه وتضغط على الجانب الامريكي وعلى الجانب الاسرائيلي لاعاده النظر في هذه المجازر الوحشيه المستمره
لانه استمرار هذا الحال لن يدوم ولن يستمر على الاطلاق. احنا بنتكلم في انت بتتكلم في مش بس 75 سنه، احنا على مدار قرن وهناك صمود ومقاومه من الشعب الفلسطيني من اجل الحفاظ على ارضه، ولدينا ثقه كبيره جدا طبعاً. انه ال- 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 الشعب الفلسطيني والاشغال الفلسطينيين في غزه او في الضفه لن يتركوا اراضيهم مهما كان الثمن طبعا، انه يختارون الشهاده ويختارون الموت طبعاً. يعني مقابل الا الموت هنا شرف يا استاذ جمال مع احترام الشديد طبعاً. لكل الاراء يعني مؤكد، وانت بتتكلم عن قضيه حق شعب التقرير مصيره، قضيه ارض، قضيه بقاء، قضيه وجود، وبالتالي هؤلاء يدركون، وانا في تصوري ان لديهم عزيمه وقوه لا يمكن باي حال من الاحوال ان يفرطوا في ارضهم او يتركوا منازلهم، لكن نأمل انه يعني المساعي التي تستمر صحيح. خلال الفترات الماضية يعني تقطع يعني خطوات الى الامام، وتتحول هذه الهدنة الى يعني وقف دائم لاطلاق النار، ونتمكن في هذه اللحظة يعني من ادخال كل المساعدات اللازمة للاشقاء في غزة، وهذا ما تحرص عليه القيادة المصرية، وهذا ما تحرص عليه صحيح. المصريه منذ طيب في النقطه دي يا استاذ جمال، يعني طبعا الهدنه كانت بوساطه مصريه ومشاركه قطريه فيها، لكن برضو حقيقه انا مش عايز اغفل دور الاردن، لان حقيقه التقارب اللي حاصل دبلوماسيا وسياسيا مع الاردن خلال الفتره الاخيره انا ما شفتوش من فتره كبيره، تتفق معايا بدي يا فندم ولا لا؟ يعني تقارب غير مسبوق الحقيقه، وانا مش لا نغفل دور احد، الاردن دوله مهمه ووزنه ورقم مهم في المعادله، ويعني تحمل هموم هذه القضيه بشكل كبير جدا على مر التاريخ. احنا يعني لو استعرضنا القمم التي دارت وجمعت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ب العاهل الاردني الملك عبد الله يعني كثيره جدا، وكلها كانت يعني جدول اعمالها هو القضيه الفلسطينيه وكيفيه الوصول الى حلول واقامه دوله ذات سياده. هذا امر لا يمكن انكاره، بل نؤكد عليه دائما، العلاقات في كل المجالات على اعلى مستوى فيما يتعلق بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، تابعنا ذلك على مدار يعني شوف أكثر من 3 زيارات خلال الفترة القليلة الماضية لملك الأردن، وتابعنا مباحثاته مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني في فلسطين وفي غير فلسطين صحيح. في الاستقرار بشكل عام داخل المنطقة والإقليم، لانه يعني الدولتان دولتان كبيرتان ومهمتان ووازنتان وذات مسؤوليه فيما يتعلق بكل الملفات المحيطه في استقرار الاقليم. بشكرك استاذ جمال الكشك، رئيس تحرير مجله الاهرام العربي.